السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله رح نحكي مراجعة سريعة عن التوتال بروتينز والسبيسيفيك أمينو أسيد تيست. بداية نحن نعلم أن البروتينات هي ثاني أكبر مكون للخلايا وبالتالي للجسم بعد الماء، فإذا حصلنا على عينة دم وقسنا التوتال بروتين في عينة سيرم رح يكون الأفرج كونسنتريشن 7 جرام بر ديسيلتر، أو القيمة رح تتراوح ما بين 6.4 إلى 8.3 جرام بر ديسيلتر. هذه البروتينات يعني تتشكل من مكونين أساسيين، ألا وهو الألبومين، البروتين الأساسي أو الماجور بروتين اللي تركيزه أعلى بيكون، والجلوبيولينز. هلأ إحنا بس نحكي جلوبيولينز بنجمعها لأنه هي عبارة عن أكثر من نوع جلوبيولينز، ألفا 1 ألفا 2 بيتا أند جاما. هاي البروتينات إذا إحنا عملنا إلكتروفوريسز وفصلناها على أجاروز جل أو صوديوم أسيتات جل، فبالتالي يعني رح تترتب حسب خواصها في المايجريشن وفي مغادرتها باتجاه القطب الموجب. أسرع بروتين رح يغادر هو الألبومين، فبالتالي هو له اللو مولوكيولار ويت، ومن ثم يتبعه الجلوبيولينز الألفا 1 وبعدين الألفا 2 البيتا والجاما. هاي بتكون يعني أكثر قربا إلى الول، وأكثرها قربا هو الجاما جلوبيولينز. طيب إذا أردنا نتكلم عن الألبومين، الألبومين بما إنه هو الماجر بروتين، يعني أنا بحب أحكي دائما إنه الألبومين هو اللي بيخلي الدم ما يصيرش مي، لأنه هو اللي بيعطي القوام اللزج للدم، فإله عدة وظائف. أول إشي هو بيساهم في البافرينج سيستم والمحافظة على البي اتش للبلد، إنه يضل 7.4. أيضا له دور as anti oxidant، وهو عبارة عن أنكوتيك بروتين. الدور الأساسي والمهم إنه يحافظ على الأسموتيك بريشر داخل الجسم، يعني في داخل الخلايا وخارجها، أو يعني في الإكسترا سيلولار ماتريكس بالتحديد. أيضا له دور في الترانسبورت، هو عبارة عن كارير بروتين، حيث يقوم بنقل الكالسيوم والمغنيسيوم وبعض التركيبات أو المركبات اللي ما بتكون دائبة في الدم، مش بولر، هي نان بولر، فبالتالي غير دائبة، فلا بد أن تحمل على بروتين مثل الألبومين مثل البيلروبين والفاتي أسيدز. أيضا يقوم بنقل بعض الهرمونات مثل الكورتيزول وبعض المركبات الكيميائية والدراكس زي الساليسيليك أسيد وغيرها من المواد اللي يعني الألبوم بيلعب دور كبير بنقل من وإلى الخلايا أو يعني الأورغانز. القلبه من حاله حال معظم البروتينات بيتم تصنيعه في الليفر، وهناك يعني تو ديريفاتيفز من الألبومين لابد إنه نتكلم عنهم. الجلايكيتد ألبومين هو عبارة عن ألبومين ارتبط بجلوكوز نتيجة ارتفاع الجلوكوز في الدم، فيعتبر هذا البروتين as a sensitive marker لحتى يتم يعني detection للهايبرغلايسيميا، ولكن short term هايبرغلايسيميا نظرا لانه هذا يعني البروتين الهالف لايف تبعته من اسبوعين الى ثلاثة، فبالتالي اذا وجد الجلايكيتد ألبومين هذا معناها انه في خلال الاسبوعين او الثلاثة الماضيين كان في سكر مرتفع في الدم ادى الى ارتباطه ب الألبومين، مثل فكرة الهيموغلوبين A1C، ولكن الهيموغلوبين A1C طبعا يعني بيعمل ديتكشن للهايبرغلايسيميا على اللونج تيرم تقريبا من 3 شهور حوالي. والبري ألبومين، البري ألبومين من اسمه هو ما قبل الألبومين، إذا هو رح يمشي أسرع من الألبومين حتى على الجل إلكتروفوريسز ويفصل قبله. هو له اسم آخر الترانس ثايريتين، وذكرناه في محاضرات الإندوكراينولوجي لما كنا بنتحدث عن الثايرويد هورمونز، ذكرنا إنه هذا الألبومين متخصص بالثايروكسين ترانسبورت، يعني إذا هو بيحمل الثايرويد هورمونز وأيضا بيحمل الريتينول اللي هو فيتامين A، فبالتالي أحيانا بيتم يعني قياسه لحتى يشوفوا عملية الترانسبورت للثايرويد هرمون يقيموها، وأيضا حتى يشوفوا الميتابوليزم للفيتامين A هل هو يعني كما ينبغي أو لا.
رح يقل هذا البروتين في حالة الليفر دامج، وحتى أيضا يعني التيشو نكروسيس والإنفلاماتوري ريسبونس، ورح يزيد في حالة تعاطي الاسترويدال هرمونز أو في الألكوهوليزم أو الكرونيك رينال فيلر، يعني نتيجة إنه ما بيتصرف في اليورين فبيرتفع في الدم. يشكل الألبومين تقريبا 60% من التوتال بروتين، يعني الغالبية العظمى من التوتال بروتين في البلازما أو السيرم هي عبارة عن ألبومين. الأفرج كونسنتريشن له 4 جرام بير ديسيلتر أو يتراوح ما بين 3.5 إلى 5.2. بالنسبة للجلوبيولينز ذكرنا إنها عبارة عن عدة أنواع، نذكر الألفا 1 جلوبيولينز، مثال عليها الألفا 1 أنتي تريبسين اللي هو عبارة عن يعني أنتي بروتين للتريبسين، بيعمل إيقاف للأكشن أوف تريبسين. والألفا 1 فيتو بروتين اللي هو يذكر إنه هذا البروتين له دور في حماية الفيتاس من الإميونولايتيك أتاك من خلال المدر، يعني هو بيحمي الطفل أو الجنين من إنه الإميون سيستم تبع أمه يهاجمه. هذا البروتين عبارة عن تيومر ماركر للهيباتيك كارسينوما أو حتى بعض الجونادال كانسر عند الأضلت. أما بالنسبة للألفا 1 أنتي تريبسين فهو بيقل في حالة البلمونري إنفيسيميا والليفر سيروسز وحتى أيضا النيفروتيك سيندرومز. النوع الثاني من الجلوبيولينز الألفا 2 جلوبيولينز، مثل الألفا 2 هابتوغلوبين، هذا عبارة عن يعني بروتين متخصص في نقل بقايا الهيموغلوبين إذا حدث لايسس، فبيوديها على الليفر لحتى يتم التخلص منها، فبالتالي هو بيقل في حالة الهيمولايتيك أنيميا لأنه بيكون رايح على التشو ما بيكون موجود في السيركوليشن، وبيزيد في حالة الإنفلاميشن لأنه هو عبارة عن أكيوت فيس بروتين. الألفا 2 سيريوبلازمين هو عبارة عن بروتين متخصص في نقل الكبر وأيضا الريتينول. إذا حدث نقصان في هذا البروتين رح يصير في عنا تراكم للكبر في التشوز، فرح يؤدي إلى ليفر سيروسز وكدني دامج وحتى هارت دامج، وبيأثر بيتراكم على البرين فبيؤدي إلى يعني سنترال نيرفس سيستم انفولفمنت ومشاكل في السنترال نيرفس سيستم هاي، وأيضا يترسب الكبر حوالين القرنية في حلقة، يعني هاي الظاهرة كلها مجتمعة، بالإضافة إلى إنه ممكن يصير في مال فورميشن للبون أو حتى أوستيوبروسيس، كلها بنسميها ويلسون ديسيز. إذا هو عبارة عن بروتين الميجرمنت لإله ممكن يعمل سكرينينج لويلسون ديسيز، بيكون صاير له ديفيشنسي في هذا المرض. الألفا 2 ماكرو جلوبيولين عبارة عن بروتين حجمه كبير، عشان هيك بنسميه ماكرو جلوبيولين. هلأ إذا زاد في السيركوليشن معناها يعني في يعني نيفروتيك سيندروم أو حتى ممكن يكون ديابيتس. النوع الثالث من الجلوبيولينز ألا وهو البيتا جلوبيولينز، مثال عليها الترانسفيرين هو البروتين المسؤول عن نقل الحديد. طبعا هذا الترانسفيرين بيزيد في الايرون ديفيشنسي انيميا لانه في ايرون ديفيشنسي وهو ما بيؤدي وظيفه فبيضل يتراكم بالسيركيوليشن، يعني ما بيروح على التيشو لحتى ينقل لها ايرون، فاذا يزيد في السيركيوليشن، ولكن في حاله الهيموكروموتوسيس بيقل. البيتا 2 مايكروجلوبيولين هو عبارة عن بروتين له دور أساسي في الديتكشن للتيوبولار فانكشن اوف كيدني، بيرتفع مستواه في حالة التيوبولار ديسفانكشن. مثال آخر على البيتا جلوبيولينز هي الكومبلمنتس بروتين. أما عن الجاما جلوبيولينز فهناك نوعان من الجاما جلوبيولينز، اميونو جلوبيولينز مثل الانتي بوديز اللي هو عبارة عن اي جي جي اي جي ام اي جي اي اي جي اي واي جي دي، وفي ايضا من الجاما جلوبيولينز نون اميونو مثل سي ري اكتيف بروتين سي ار بي. يوجد لدينا ريشيو مهم جدا في التشخيص ألا وهو الألبومين تو جلوبيولين ريشيو. هلا امتى بيرتفع هذا الريشيو؟ لما بيرتفع البسط
أو بيقل المقام، يعني لما الألبومين بيكون هاي أو الجلوبيولين بيكون لو، هاد بيؤدي إلى إنه الراتيو كله يرتفع. متى بيرتفع الألبومين؟ الهايبر ألبومينيميا هي حالة نادرة ويعني ما لهاش كلينيكال سيجنيفيكانس، يعني ما لها يعني ما بتسبب مشاكل تذكر. وفي حالة الجلوبيولين لما بيكون له المقام بيكون قليل، فبالتالي البسط كبير فالراتيو نفسه بيكون عالي. هاي في حالة الإميونو ديفيشنسز الجلوبيولين بيكون قليل. أما متى يقل الراتيو؟ الراتيو بيقل لما الألبومين البسط بيكون قليل أو المقام كبير، يعني لما بيقل الألبومين أو الجلوبيولين بيرتفع. هلأ متى بيقل الألبومين؟ الألبومين بيقل لما بيكون في عنا decrease في البرودكشن، يعني إنتاج الألبومين قليل نتيجة ليفر ديسيز أو حتى مال نتروشن، يعني ما فيش تغذية. السبب الثاني انه ممكن يكون في زيادة لوس للألبومين نتيجة كيدني ديسيز او نفروسيز، ادى الى انه يصير في له اكسكريشن بشكل كتير كبير في اليورين. الاحتمال الثاني لللو ريشيو انه يكون الجلوبيولين هاي، مثل حالات المالتيبل مايلوما او الاوتو اميون ديسيزز. هلا بالنسبة لفحوصات البروتينات، يمكن قياس البروتينات من خلال الرياكتيفيتي تبعتها، يعني تفاعلها مع كيميكال رياجنت معين مثل تفاعلها مع البيروت رياجنت أو حتى الفوسفوتنجستينيك أسيد أو طريقة اللوري ميثود. من خلال أيضا يمكن عمل ديتكشن للبروتينات من خلال الكيميكال بروبرتايز، يعني مثلا الفينيل ألانين أعظم أو أقصى امتصاص له للضوء عند الطول الموجي 260، التيروزين والتريبتوفان عند 280. فإذا كان البروتين اللي إحنا بصدد قياسه غني بالفينيلألانين أو بالتريبتوفان أو التيروزين، ممكن يعني اختيار طول موجي مناسب لقياسه. من خلال الأكتيفيتي الإنزيمات كلها تقاس باي تيرم أوف أكتيفيتي، باي إميونوجينيسيتي من خلال أنتيجين أنتيبادي رياكشن أو من خلال الإلايزا تكنيك. يتم أيضا قياس البروتينات، يعني معظم الهرمونات بيتم قياسها باستخدام الإلايزا. الكروماتوغرافي أيضا والإلكتروفوريسز، إما كان أجاروز إلكتروفوريسز أو صوديوم أسيتات إلكتروفوريسز أو حتى ستارش جل إلكتروفوريسز أو ممكن بولي أكريلاميد اللي هو الأس دي أس بيج. هلأ بالنسبة للتوتال بروتين ديترمينيشن، فيمكن قياس التوتال بروتين في البلازما من خلال طريقة قديمة اللي هي الجدال ميثود. هلا هاي الطريقة بتعتمد على تكسير وترسيب البروتينات من خلال معالجتها على درجة حرارة عالية جدا وفي وجود ال H2SO4، يعني سلفوريك أسيد على 340 درجة سيليزية، وجود أيضا الـ CuSO4 as a catalyst. هاي الطريقة يعني قديمة ومش سهلة التطبيق، يعني أي نعم هي بتعطي نتائج منيحة لكن ليست سهلة، فلذلك يعني تم استبدالها بالطريقة الأكثر شيوعا اللي هي البايروت ميثود. البايروت ميثود يتم استخدام يعني الكبر سلفيت. CuSO4 في الكالاين بي اتش بيتم استخدامه، هذا السيو يعني بيعمل ككليتنج ايجنت، بيروح بيرتبط مع اكثر من بيبتايد بوند موجوده في داخل البروتينات، و يعني بيعطيني بيكون لون بلو، فلما بيرتبط مع البيبتايد بوندز اوف بروتين ويعمل بيعمل كومبلكسنج معاها فبيعطي اللون البيربل. ويتم قياسه على تقريبا 540 نانومتر، فهي طريقة سهلة وأكثر شيوعاً لقياس التوتال بروتينز. ممكن أيضاً قياس التوتال بروتينز من خلال الريفراكتومتري أو الماس سبكترومتري، ممكن من خلال الداي بايندينج إنه نستخدم داي بترتبط مع البروتينات فبتعطي لون، تقاس على أبزوربانس معين، أو حتى الألترا فيوليت أبسوربشن، ذكرنا إنه التيروزين والتريبتوفان أقصى امتصاص لهم عند 280 نانومتر، ويعني الألانين عند 260.
أما عن قياس التوتال بروتين تيست في اليورين أو البادي فلويد، ممكن يتم قياسه من خلال الداي بايندينج ميثود، اللي هي باستخدام كوميشيا جي ستين، بنسميها كوميشيا جي أو كوميشيا بريليانت بلو ستين، اللي هو عبارة عن برادفورد أساي، وهو نفس الفحص اللي احنا ذكرناه هنا وحكينا انه من خلال الداي بايندينج بترتبط مع البروتين وبتعطي لون، بيتم قياسها باي سبكتروفوتومي. ممكن استخدامها إما مع البلود أو حتى في البودي فلويدز، أو ممكن في السيلايزات، يعني ممكن استخدامها شائع، يعني ما قبل الويسترن بلوت ممكن نستخدمها. التربيدومتريك ميثودز يعني بتعتمد هاي الطريقة على قياس التوتال بروتين قبل في البودي فلويد من خلال البايوريتري ايجنت، وبعدين بيتم ترسيب البروتينات من خلال تراي كلورو اسيتيك اسيد او سلفو سلسليك اسيد. طبعا هذه يعني بنسميها حتى الطريقه اسيد تريتمنت او اسيد بريسبيتيشن، بيتم ترسيب هذه يعني البروتينات، وبعد ذلك بيتم قياس مره اخرى وحساب التشينج في الابزوربانس، بيدلل على كميه البروتينات اللي موجوده في البادي فلويد سواء كان يورين أو CSF أو أي نوع من البادي فلويد. ممكن أيضا ككواليتاتيف تكنيك يتم استخدام اليورين ستريبس. هلا ممكن يتم قياس الألبومين يعني بروتين لحاله بدون التوتال بروتين، وذلك من خلال معالجة العينة بسولت قبل قياس البروتين فيها. معالجة العينة بسولت تحديدا بالصوديوم صلفيت الـ Na2SO4 رح يؤدي إلى ترسيب يعني كل الجلوبيولينز، ويبقى الألبومين في العينة ما بيترسب، فبيتم قياسه بالطريقة الاعتيادية اللي هي طريقة البايوريتري ايجنت، أو ممكن يتم استخدام طريقة الداي بايندينج، ولكن هنا بنستخدم البروموكريزول جرين داي، يعني هذه تحديدا الصبغة اللي طبعا في الأسيدك بي اتش بترتبط مع الألبومين، لأنه هي بتكون نيجاتيفلي تشارج والألبومين بيكون بوزيتيفلي تشارج. طبعا النورمال رينج للألبومين من 3.5 ل 5.2 جرام بير ديسيلتر. أما بالنسبة للإلكتروفوريسيس، فيتم فصل هذه البروتينات على صوديوم أسيتات أو جل أو أس دي أس بيج، يعني الوسط الصلب لإلها. بالطبع يتم هذا الفصل في وسط الكالاين باستخدام بفر البي اتش له 8.6، مما يكسب البروتينات الشحنة السالبة. تنتقل البروتينات من الكاثود باتجاه الانود الى القطب الموجب لانه شحنتها سالبة، فاسرعها مغادرة ذكرنا الالبومين يليه الالفا 1 ومن ثم الالفا 2 البيتا ومن ثم الجاما، فيكون اقربها باتجاه الويل اللي احنا حقدنا فيها عينة. بعد ذلك بعد الفصل ممكن نأخذ هاي البانس وباستخدام جهاز الدنسيتومتري، فبيعطيني كيرف حسب شدة اللون، طبعا بتكون الباندات هاي مصبوغة، فحسب شدة اللون رح يعكس لي تركيز كل باند، فبالتالي رح يعكس لي تركيز أو قيمة كل بروبورشن أو كل جزء أو كل نوع من أنواع هذه البروتينات، ورح يرسم لي كيرف. كيف بيحسب التركيز؟ بيحسب المساحة تحت الكيرف، يعني مثلا هاي البيك تبعت الألبومين المساحة اللي تحتها تقريبا في الوضع الطبيعي تشكل 60% من التوتال بروتين، والمساحة اللي تحتها بتعطيني النورمال رينج للألبومين، ونفس الشيء بالنسبة للألفا 1 الألفا 2 البيتا أو الجاما جلوبيولينز. بالطبع نستفيد من هذا الكيرف اللي بيطلع، بحيث انه لو زادت يعني بيك معينة أو قلت عن المعدل الطبيعي، فهذا رح يكون له دلالات تشخيصية معينة. هذا هو الوضع الطبيعي.
للكيرف اللي بينتج من وضع الجيل بعد الفصل في الدنسيتومتري. إذا قل الألبومين وزادت قمة الجاما جلوبيولين وكانت القمة حادة، يعني ضيقة وحادة، فهذا معناها مونوكلونال أنتيبادي. أما إذا كانت البيك واسعة ومش حادة كتير، فمعناها ممكن يكون بوليكلونال أنتيباديز. ممكن أيضا تزيد مثلا الألفا 2 مثل هنا، فيعني الألفا 2 يعني أهمها اللي هو الألفا 2 ماكرو جلوبيولين اللي بيزيد في حالة النفروسز. وهنا لدينا أمثلة، مثلا نقص في الألبومين وزيادة في الألفا 2، ذكرنا إنه بيزيد أهم إشي الألفا 2 مايكروغلوبيولين اللي هو عبارة عن يعني بروتين بيزيد في حالة النفروسيس والديابيتس ميليتس، ونقص في الجاما جلوبيولين، ففي هاي الحالة يعني بيتم ترجيح النفروسيس. يعني خلل في الكدني أدى إلى تراكم الألفا 2 ماكروجلوبيولين كدليل على النفروتيك ديسفانكشن، ويعني تسريب كل من الألبومين والجاما جلوبيولين إلى اليورين، مما أدى إلى نقصانها. في هاي الحالة يعني طبعا احنا بنفترض، وحتى في الحالة السابقة بنفترض انه الخط المتصل هو الوضع الطبيعي والخط المتقطع هي الحالة اللي احنا بنذكرها او بنشرحها. فمثلا هنا كان في هاي الحالة الوضع الطبيعي هو الخط المتصل والحالة هي الخط المنفصل، فأدى الخط المنفصل بيعطيني نقصان في الألبومين، نقصان في الجاما جلوبيولين وزيادة في الألفا 2 جلوبيولين، يعني زيادة في الألفا 2 ماكرو جلوبيولين على وجه التحديد، أو يعني بشكل أكبر أو يعني الأكثر احتمالاً. هنا الخط المنفصل فقط أظهر نقصان في الجاما جلوبيولينز، يعني مثلا اميونو ديفيشنسي هايبو جاما جلوبيولينيميا. حالة الهيباتيك سيروسيس هي حالة مميزة بحيث أنه بيكون فيها نقصان في الألبومين، ها هو الخط المتقطع يظهر نقصان في الألبومين، وبيعطي أيضا اتصال ما بين البيك تبعت البيتا جلوبيولين والجاما جلوبيولين، مما يعرف بالبيتا جاما بريدجينج. هنا فعليا بيكون في زيادة في الجاما جلوبيولينز، ونتيجة انه الكيرف اللي زاد عريض وليست قمة حادة، يعني في زيادة في البوليكلونال انتيباديز، وهاي الحالة بنسميها هيباتيك سيروسيس. يعني ما أهم ما يميزها هو البيتا جاما بريدجينج. ذكرنا انه المونوكلونال انتيبوديز او المونوكلونال جاموباثي زيادة الـ يعني الـ مثل ما ذكرنا المونوكلونال انتيبوديز بتكون القمة زايدة ومرتفعة وحادة وضيقة مصحوبة بنقص في الألبومين، فعلى طول يعني نعرف انها هي مونوكلونال جاموباثي. في حالة أخرى بس رح أشرحها على هذا الكيرف، لأنه يعني مش متوفر كيرف في المحاضرة بيوضحها، ما علينا. هلأ بالنسبة لهذا الكيرف، يعني نفترض إنه هو النورمال، هو الخط المتصل. طبعا إحنا بنستخدم عينة سيرم للإلكتروفوريسز، للبروتين إلكتروفوريسز، وليس بلازما، لأنه البلازما فيها فايبرينوجين، والفايبرينوجين ممكن تعطيني بيك عالية في منطقة البيتا جلوبيولين، وفي هاي الحالة أنا ممكن أشخص خطأ إذا كانت البيك عالية. هلأ في الحالات المرضية، لأنه البيتا جلوبيولين يرتفع، هو وجود البارا بروتين. البارا بروتين هي عبارة عن بروتينات بتكون موجودة في حالة المالتيبل مايلوما. فمثلا إذا كان تم استخدام العينة الخاطئة اللي هي البلازما وفيها فايبرينوجين وأعطاني بيك عالية في البيتا جلوبيولين، معناها إنه في ممكن أنا أنسى إني استخدمت بلازما، فأروح أفكر إنه في عندي بارا بروتين، ويتم تشخيص المريض على إنه مالتيبل مايلوما، ويكون في عندنا ميس دايجنوز. فهاي الحالة لازم ننتبه لها كتير منيح.
بالنسبة للجلوبيولين تيست، هلا ممكن يتم قياس الجلوبيولين باستخدام رياجنت جلايكوسيليك اسيد. هلا الجلايكوسيليك اسيد بيروح بيتفاعل مع التريبتوفان اللي بتكون موجودة في الجلوبيولين، والجلوبيولينز غنية بالتريبتوفان. تقريبا من 2 ل 3% من التريبتوفان بيكون موجود في الجلوبيولينز، لكن 0.2% موجود في الالبومين، يعني كمية قليلة جدا في الالبومين مقارنة بالجلوبيولينز. فعشان هيك الجلايكوسيليك اسيد هو عبارة عن رياجنت بيكشف عن الجلوبيولينز وبيعطيني اللون البيربل اللي بيتم ممكن او بيتم قياسه باستخدام السبكتروفوتوميتر. ممكن ايضا حساب الجلوبيولينز من طرح الالبومين من التوتال بروتين. هلا احنا بنقيس التوتال بروتين بطريقه بايوريت، وبنقيس الالبومين اما من باستخدام السولتنج اوت او باستخدام البروموكريزول جرين، وبعد ذلك بنطرح قيمه الالبومين من التوتال بروتين، بيضل عندي الجلوبيولينز فاليو وهيك بنحسبها. ايضا حتى كمان لو متوفر عندي رياجنت الجلوبيولينز ورياجنت التوتال بروتين، ممكن احسب الالبومين من خلال ان انا اطرح الجلوبيولينز من التوتال بروتين. يعني ايضا التوتال بروتين ناقص الجلوبيولينز يساوي البومين، فيعني ممكن انا اشتغل فحصين واحسب الثالث. اما عن فحوصات السبيسيفيك امينو اسيد تيست، فلعل اهمها الفحص اللي بينعمل لتشخيص الفينيل كيتون يوريا، وهو عباره عن اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر، نتيجه يعني خلل جيني بيكون متسبب بانه الانزيم اللي بيعمل ميتابوليزم للفينيل الانين امينو اسيد صار له مشكله. هذا الانزيم هو عباره عن الفينيل الانين هيدروكسيليز او الفينيل الانين 4 أكسجينيز، يعني هو نفس الاسم. طبعا نتيجة انه هذا الانزيم ديفيشنت وما فيش ميتابوليزم او تحويل من الفينيل الانين لمثلا تيروزين، وما فيش هيدروكسيليشن بتحدث للفينيل الانين، بيتراكم الفينيل الانين وبيصير له ميتابوليزم بطريقه اخرى وبيكون مركبات زي الفينيل بايروفيك اسيد او الفينيل لاكتيك اسيد او حتى الفينيل اسيتيك اسيد. ولكن هذه المركبات هارمفول اذا تراكمت في الدماغ، ممكن تؤدي الى منتال ريتارديشن، ويعني ممكن انها تاثر على الطفل، وبتبدا تظهر المشكله من الاسبوع الثاني او الثالث في حياته الطفل حديث الولادة، ممكن إنها تسبب دمج لإله. فبيتم تشخيص المرض عن طريق عدة فحوصات. أول حاجة الجوثري بكتيريال إنهيبيشن أساي، وهو عبارة عن زراعة الباسيلا السبتيلس على ميديا بتحتوي على البيتا 2 ثيانيل ألانين. هلأ البيتا 2 ثيانيل ألانين هذا بيمنع الباسيلا السبتيلس من إنها تنمو، فبالتالي ما فيش نمو. لكن إذا حصلنا على يعني ديسك بيبر مغموسة أو مغمورة بالبلد طبع الطفل اللي مصاب بالفينيل كيتونيوريا، رح يكون في عنا فينيل ألانين بشكل كتير كبير في العينة. فبالتالي الفينيل ألانين بيروح بيعادل هذا المركب الثيانيل ألانين، وبالتالي تتمكن الباسيلا السبتيلس من إنها تنمو، لأنه الأنتاجونيست أو المانع لنموها خلاص تم معادلته بالفينيل ألانين اللي جاي من عينة الطفل المريض. فنمو بكتيريا الباسيلا السبتيلس على هذه الميديا بعد وجود أو وضع قرص أو فلتر بيبر مغمور بدم الطفل، هذا معناه إنه الطفل مصاب، أو على الأقل عنده فينيل ألانين موجود في العينة تبعته تقريبا بتركيز من 2 ل 4 ملي جرام بير دي سيلتر. ايضا ممكن عن طريق المايكرو فلورومتريك اساي، اللي هو تتضمن هاي الطريقه انه يتكون كومبلكس ما بين الفينيل الانين والكبر والنين هيدرين، وهذا الكومبلكس طبعا عباره عن يعني بيعطيني فلوريسانس اميشن. طبعا يتم اجراء الفحص اول حاجه عن طريق معالجه العينه بالترايكلورو اسيتيك اسيد، فبيحدث ترسيب لكل البروتينات، لانه البروتينات بتحتوي على فينيل الانين وممكن تعطيني كروس رياكشن او تعمل مشكله. بعدين بناخذ السوبر ناتانت اللي يعني تكون فوق البريسبيتات، وبنضيف له كبر ونين هيدرين، وممكن نضيف له ايضا مكونات اخرى زي الساكسينات. و يعني بعد ذلك بيتم
عريض الميكتشر لطول موجي 360 نانومتر، فبيتنشط الكومبلكس اللي تكون، اللي هو عبارة عن فينيلالانين جاي من عينة المريض مع كبر مع نينهايدرين جايين من الرئيجنت. بعدين إذا وضعنا الكومبلكس هذا أو التيوب رياكشن هاي على 530 نانومتر، فراح يحدث فلوريسانس إميشن. هذا دليل على إنه الفينيلالانين من الأول موجود في عينة المريض، يعني المريض مصاب ويكون كومبلكس مع الكبر والنينهايدرين وأعطاني فلوريسانس إميشن. وتبقى طريقة الـ HPLC الكروماتوغرافي هي الطريقة الريفرنس أو المرجعية لحتى نحصل على كوانتيتيف ريزلت لقيمة الفينيلالانين أو حتى الأمينو أسيد بشكل عام. وممكن أيضا الفينيلكيتونيوريا يتم عمل دي ان ايه اناليسيز، ويعني يتم دراسة الفينيلالانين هيدروكسيليز لوكاس أو لوساي، فبالتالي بنشوف إذا في مشكلة أو لا. ممكن الكشف عن الفينيل بايروفيك أسيد باستخدام الفيريك كلورايد، يعني بإضافته طبعا بيتم الكشف عنه في اليورين، لأنه هو هذا مركب بينزل في اليورين، فبنضيف على اليورين هذا الرياجنت وبيتحول للون الجرين لأنه عمل كومبلكس مع الفينيل بايروفيك أسيد. فهذا أيضا دليل على أنه الشخص قد يكون مصاب الكيتونيوريا، أو يعني الطفل بيكون مصاب. هلأ في أمراض أخرى زي التيروزينيميا، يعني زيادة التيروزين نظرا لوجود نقصان في الإنزيمات اللي بتحول التيروزين لأدر إنزيمز. في عندي تايب 1 تيروزينيميا وتايب 2 تيروزينيميا، ويعني أي مشاكل أخرى في الأمينو أسيد. ذكرنا أن الطريقة المرجعية لقياس الكونسنتريشن وناخد كوانتيتيف ريزلت هي الـ HPLC طريقة الكروماتوغرافي. إلى هنا وصلنا إلى كل ما يتعلق ب التوتال بروتين والسبيسيفيك امينو اسيدز ونهاية هذه المحاضرة. كانت يعني مراجعة سريعة لكل شيء، أتمنى أنه كانت واضحة وكل شيء مفيد، ويعطيكم العافية.